أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بالسابق استعرضنا غرفة التصميم لسيارات لامبورغيني بالإضافة لسيارات مرسيدس. اليوم حنا بالتحديد في الصالة الإيطالية، صالة فيراري، نستعرض مع بعض تفاصيل السيارات وبعض المواصفات الاختيارية. مثلا عندكم المراتب جاية بهذا التصميم بالتحديد، التصميم الرياضي بشكل كامل، تختار بالطريقة اللي تناسب بالشكل اللي تناسبك بالتحديد. وهذه عجلة القيادة بالإضافة للجنب بالتحديد، أشكال متنوعة وأحجام متغيرة، كليبرات بالتحديد. طبعا هذا على غير السيارة، مثل ما هو واضح حاليا الار والاوتو، وضعيات القيادة بمعنى اصح. عاد هذه الالوان الخارجية والداخلية بشكل كامل، كاربو فايبر بالاضافة لي الهيكل الخارجي، كل هذه بالالوان الداخلية والخارجية. هذه تصميم سيارات فيراري بشكل عام. الصراحة مثل ما قلت في بداية المقطع، مريت على عدة وكالات، لكن مثل فيراري للأمانة لحد الوقت الحالي ما شفت مثل تصميم فيراري واشكال الاختيارية في سيارات فيراري. يمكن ما اتعمقت في الشركات الثانية بشكل كبير، مثل ما دخلت وشفت سيارات فيراري وتصميم سيارات فيراري بمعنى صح، فأهنيهم الصراحة. بغض النظر عن هذه الأمور، استعرضنا مع بعض غرفة التصميم، بنشوف بعض الحاجات اللي تكون موجودة في الصالة بالتحديد. هذه مزراتي، عاد ما لنا فيها، خلونا نهتم بالفيراري بمعنى أصح. في الوكالة مستعرضين عندهم بعض الحاجات الجميلة، بشكل عام راح نبدأ نصور بعض السيارات اللي موجودة في الوكالة، نستعرض تفاصيلها بشكل كامل. مثل عندك فيراري 488، وعندك بالتحديد اللي هي هذه سوبر فاست، كل هذه بنصورها بشكل كامل.